التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعبادة في وقت الفتن أجرها عظيم. ولذلك يا إخوة، أتدرون أن العبادة في الفتنة كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يعبد الله وقت الفتن ووقت الغفلات وأماكن الغفلات كالذي يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من لطيف كلام العلماء يقولون: إذا كنت في مكان يغلب على ظنك أنه لا يشتغل فيه أحد بذكر الله فاشتغل بذكر الله. ولذلك بعض الصالحين يا إخوة أدخل في جهاز الأشعة المقطعية للتصوير المقطعي، فكان يذكر الله في داخل الجهاز، فلما خرج أخبر بهذا وقال: غلب على ظني أنه ما أحد يذكر الله في هذا المكان. والذي يعبد الله ويتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الغربة له أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجر 50 من في وقت الغربة. نعم، إذا غابت السنة فتمسكت بها في وقت الفتن لك أجر 50. قيل: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم. أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتمسك بالسنة يا إخوة نجاة وكرم.